بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الدكتور وليد عبد المولى، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير. ان شاء الله هنتكلم عن الاناتومي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول اند انجوينال كانال. هنبدأ بالاناتومي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. زي ما هو واضح في الدايجرام اللي موجود قدامنا، الابدومين بيتقسم لتسعة ريجونز، وده باستخدام اتنين هوريزونتال لاينز ايماجينري طبعا، واتنين فيرتيكال لاينز. التو فيرتيكال لاينز دول بيعدوا اللي هم اللي احنا بنسميهم اتنين ميد كلافيكولار لاينز. التو هوريزونتال لاينز دول عباره عن اتنين، واحد ترانس بايلوريك وده اللي بيعدي في البايلورس، واحد التاني اسمه ترانس تبيركولار بلين. لما الاثنين هوريزونتال بيتقاطعوا مع الاثنين فيرتيكال يطلعوا لنا التسع ريجونز اللي هم موجودين قدامنا في الدياجرام، الابيجاستريك والاثنين هايبوكوندريام رايت وليفت، الامبليكال والاثنين لامبر جنبها، الهايبوجاستريك تحت والاثنين ايليا جنبها. Layers of the anterior abdominal wall. زي ما الدياجرام اللي قدامنا موضح، layers of the abdominal wall من superficial لغاية الديب. أول حاجة بنبدأ بالسكن، بعد كده طبقة السبكوتينيوس وهي فيها جزئين، جزء فاتي بارت وجزء ممبرينس بارت. الفاتي بارت دي احنا بنسميها كامبرز فاشيا أو اللي هي السوبرفيشال بارت بتاعها. الديب بارت بتاعها ممبرينس فاشيا وبنسميها سكاربس فاشيا. يجي بعد كده المسل لاير، ودي بتتكون من ثلاث عضلات، الاكسترنال اوبليك ماسل والانترنال اوبليك ماسل والترانسفيرسس ابدومينس ماسل. وكل ماسل من دول ليها فاشيه بتغطيها، والفاشيه بتاعت الثلاثه ماسلز دي اللي هي تعتبر اسمها الديب فاشيه. بعد كده ديب للماسلز دي في حاجه اسمها الفاشيه ترانسفيرساليس. بيجي بعديها الاكسترا بريتونيال لاير وهي دي كلها عباره عن فات، وبعديها بيجي البريتونيوم. البريتونيوم عباره عن طبقتين، بارايتال اللي هي سوبرفيشال وفيسرال اللي هي الديب. بعد ما اللايرز دي كلها تتفتح تلاقي نفسك بقيت جوه الابدومين، تلاقي الفيسرا كلها قدامك. الانرفيشن بتاع الانتيريور ابدومينال وول بتاخد من اول تي 7 لغايه ال 1، ودول بنسميهم الانتيريور كوتينيوس نيرفز، دول اللي بيغذوا الانتيريور بارت بتاع الابدومينال وول. اما الجزء اللاترال من الابدومينال وول فده بيتغذى باللاترال كوتينيوس نيرفز اللي هي تي 10 وتي 11. في اتنين نيرف مهمين قوي اللي هم الاليو هايبوجاستريك والاليو انجوينال، ودول هيجي الكلام عنهم ليتر اون. بعد الطبقه بتاعت السكن بتيجي طبقه السوبرفيشال فاشيا او السب كوتينيوس، وزي ما قلنا انها بتنقسم الى جزئين، تو لايرز، كامبرز اللي هي السوبرفيشال فاتي لاير وسكاربرز اللي هي الديب ممبرينس لاير. طيب دول فايدتهم ايه؟ فايدتهم ان هم ماشي فيهم بعض الحاجات، كوتينيوس نيرف ماشي فيهم سوبرفيشال ارتريز، ماشي فيهم سوبرفيشال فينز والليمفاتكس. لينيا البا اند ريكتس شيس. الدياجرام اللي قدام حضراتكم ده يعتبر صراحه من الدياجرامات الممتازه جدا، وهو بيرسم الانتيريور ابدومينال وول قدامنا زي ما هو باين، طبقه السكن وتحتيها السبكوتينيوس، تحتيها العضلات بالابونيوروسس بتاعها. لو حضراتكم شايفين هتلاقوا تقسيمه العضلات اللاترال اهم، الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك، ودي ليهم الترانسفيرسس ابدومينس ماسل. وعلى الميد لاين موجود في الناحيتين الريكتس ابدومينس ماسل. طيب الوضع بيمشي ازاي؟ الابونيوروسس بتاعت الاكسترنال اوبليك ماسل بتتحد مع جزء من الابونيوروسس بتاعت الانترنال اوبليك ماسل، والجزء اللي باقي من الابونيوروسس بتاعت الانترنال اوبليك بيتحد مع الابونيوروسس بتاعت الترانسفيرسس ابدومينس ماسل، ويتجمعوا مع بعض ويحوطوا الماسل اللي هي موجوده في الميد لاين اللي هي عباره عن الريكتس ابدومينس ماسل. اصبح قدامنا الماسل دي اللي هي ريكتس ابدومينس محطوطه في حاجه اسمها ريكتس شيس. الريكتس شيس ده له انتيريور لاير وليه بوستيريور لاير.
وقلنا الانتيرو بوستيرو دول بيكونوا مع بعض ازاي. بعد ما يعملوا الريكتس شيس هما الاثنين كمان الريكتس شيس ده يتحد مع الريكتس شيس ده على الرايت وعلى الليفت في الميد لاين ويكونوا حاجه اسمها اللينيا البا. هنبدا بالاكسترنال اوبليك مسل. الاوريجن بتاعها الاكسترنال سيرفس اند انفيريور بوردر من الريبس من 5 ل 12 وبتطلع مع السيريتاس انتيريو واللاتسماس دورزي مسل. الانسرشن بتاعها بتنزل تمسك تحت في الاليا كريست واللينيا البا ميديالي وبتعمل حاجه اسمها انجوينال ليجامنت هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. الدايركشن بتاعها زي ما هو واضح في الدايجرام انفيريور اند انتيريور. النيرف سبلاي بتاعها من تي 7 لغايه ال1. الانترنال اوبليك مسل لو لاحظنا هنلاقيها جايه تقريبا تعتبر عكس الاكسترنال اوبليك مسل. الاوريجن بتاعها من السوراكو لامبر فاشيا ومن الاليا كريست واللاترال تو سيرتس اوف ذا انجوينال ليجامنت. الانسرشن بتاعها في البيكتام بيوبس اللي هو ممكن نطلق عليه الكونجوينت تندون واللينيا البا ومن 10 ل 12 ريبس. يبقى الدايركشن بتاعها سوبيريور اند انتيريور. النيرف سبلاي بتاعها من تي 7 ل ال1. الترانسفيرسس ابدومينس ماسل دي بقى قصه ثانيه. دي جايه من اللاترال للميديال. فالاوريجن بتاعها السوراكو لامبر فاشيا اليا كريست اللاترال وان سيرد من الانجوينال ليجامنت والكوستال كارتليج من 7 ل 12. الانسيرشن بتاعها تروح ناحيه الميد لاين على الزيفويد بروسس تروح على اللينيا البا البيوبيك كريست والبيكتام بيوبس فيا كونجوينت تندون. الدايركشن بتاعها ترانسفيرس من لاترال للميديال. النيرف سبلاي بتاعها من تي 6 ل1. بالنسبه للكونجوينت تندون هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر واحنا بنتكلم على الهرنيا. بالنسبه للريكتس ابدومينس ماسل الاوريجن بتاعها جايه من تحت من البيوبيك كريست. الانسرشن بتاعها في قصة الكارتليج من 5 ل 7 وزيفويد بروسس. الدايركشن بتاعها فيرتيكال من تحت لفوق. النيرف سبلاي بتاعها من تي 7 لتي 11 وفيها تندينيوس انترسكشنز. التندينيوس انترسكشنز دي بتقسم العضله لباكس. ممكن تقسمها كل عضله لثلاثه او لاربعه باكس. عشان كده طبعا الشهره المطلقه للريكتس ابدومينس ماسل انها 6 باكس، ثلاثه على الناحيه الرايت وثلاثه على الناحيه الليفت. البيراميداليز ماسل عضله صغيره جدا وباين من اسمها طبعا ان هي شبه البيراميد، شبه الهرم يعني، وموجوده وزن ذا ريكتس شيس. الاوريجن بتاعها السيمفيس بيوبس والبيوبيك كريست وبتعمل انسيرشن زي ما هو واضح في الدايجرام في اللينيا البا. النيرف سبلاي بتاعها عضله صغيره جدا سبلايد بتي 12. بلاد سبلاي اوف ذا انتيريو ابدومينال وول سوبيريور ابيجاستريك ارتري انفيريور ابيجاستريك ارتري سوبرفيشال ابيجاستريك سوبرفيشال اكسترنال بيودندل سوبرفيشال سيركمفليكس الياك ديب سيركمفليكس الياك والبوستيريو انتركوستال ارتريز. لمفاتيك درينج لو خدنا ايماجينري لاين كده ابوف الليفل بتاع او ات ذا ليفل اوف ذا امبليكس هتلاقي الجزء العلوي من الابدومينال وول بيدرين كله على الاكزيلاري ليمف نودز والجزء السفلي من الابدومينال وول بيدرين على السوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. دايجرام تاني للاكسترنال اوبليك ماسل اوف ذا ابدومين. دايجرام كمان للانترنال اوبليك ماسل اوف ذا ابدومين وواحد كمان للرايت ترانسفيرسس ابدومينس ماسل. الاكشن اوف ذا ماسلز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول اكسبلسيف اكت فورسفول اكسبيراتوري اكت بتساعد طبعا في التنفس. موفمنت اوف ذا ترانك فليكشن اوف ذا ترانك لاترال فليكشن اوف ترانك روتيشن اوف ذا ترانك ماسلز اوف اكسبيريشن زي ما قلنا قبل كده. بنكمل الاكشنز بتاع الماسلز سبورت اوف فور ابدومينال فيسرا سسبنشن اوف ذا تيستس تنسنج ذا لينيا البا تقوي اللينيا البا. هنتنقل بعد كده للاناتومي اوف ذا انجوينال كانال. ايه هي الانجوينال كانال؟ الانجوينال كانال اوبليك
intermuscular passage ممر in the lower part of the anterior abdominal wall situated just above the medial half of the inguinal ligament. Location of the inguinal canal. الانكوينال كانال موجودة في الانفيريو بارت اوف ذا انترولاترال ابدومينال وول. لينس اند دايركشن. الانكوينال كانال از اباوت 4 سنتيمترز 1.5 inches. اتس دايركتد داونورد فورورد اند ايميديالي. ذا انكوينال كانال اكستند فروم ذا ديب رينج تو ذا سوبرفيشال رينج. الانجوينال كانال تبدو وكأنها صندوق. لو احنا تخيلنا مع بعض ان اللي قدامنا دي الانجوينال كانال على الرايت سايد، هنلاقي ان الانجوينال كانال دي عبارة عن صندوق ليها انتير وول، ليها بوستير وول، ليها روف وليها فلور، وهي في حد ذاتها كانال. السهم اللي احنا شايفينه قدامنا بيشاور على الاستراكشرز اللي جاية من الديب رينج وخارجة من السوبرفيشال رينج، زي مثلا الاسبرماتيك كورد في الميل والراوند ليجامنت اوف ذا يوترس ان فيميلز. بما ان الانجوينال كانال بتبدا من عند الديب انجوينال رينج وتنتهي عند السوبرفيشال انجوينال رينج، فمهم نعرف ايه هي الديب انجوينال رينج وايه هي السوبرفيشال انجوينال رينج. الديب انجوينال رينج دي عباره عن اوفال اوبننج موجوده في الفاشيا ترانسفيرساليس سيتويتد 1.2 سنتيمتر اباف ذا ميد انجوينال بوينت اند ايميديتلي لاترال تو ذا ستيم اوف ذا انفيريور ابيجاستريك ارتري. طب ايه هي الميد انجوينال بوينت؟ لو احنا تخيلنا مع بعض ان احنا بنرسم ايماجينري لاين، لاين تخيلي بيوصل ما بين الانتيريو سوبيريو ايليك سباين والسيمفيس بيوبس، ده لاين المنتصف بتاعه بالظبط اسمها ميد انجوينال بوينت، وده يختلف عن الميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجامنت. الانجوينال ليجامنت بيوصل ما بين الانتيريو سوبيريو ايليك سباين لغايه البيوبيك تيوبركل، مش السيمفيس بيوبس بقى، البيوبيك تيوبركل. فالميد بوينت اوف ذا انجوينال ليجامنت مختلفة عن الميد انجوينال بوينت. وزي ما هو واضح لحضراتكم الدايجرام ده بيوضح لنا الديب انجوينال رينج. عندنا البوستيريور وول اللي هو موجود فيه الديب انجوينال رينج سيتويتد لاترالي، موجودة في الجزء اللاترال بتاعه، وموجود عندنا الفلور اللي هو باللون الاخضر. احنا الصندوق بتاعنا اللي هو الانجوينال كانال احنا شايلين منها الروف وشايلين منها الانتيريور وول عشان تبان لكم البوستيريور وول ويبان الفلور ويبان الديب رينج وهي خارجه من البوستيريور وول. بالنسبه للسوبرفيشال انجوينال رينج دي عباره عن تريانجولار جاب في الاكسترنال اوبليك ابونيوروسس. It is shaped like an obtuse angled triangle. الانجل ده له بيز اللي هي formed by the pubic crest with two sides of the triangle from the lateral or lower and the medial or upper margins of the opening. It's about 2.5 centimeters long and 1.2 centimeter broad. At the base these margins are referred as crura. ادي الصندوق بتاعنا اللي هو الانجوينال كانال، باين فيه الانتيريور وول، وعلى الميديال بارت بتاعها ظاهر عندنا السوبرفيشال انجوينال رينج، وظاهر معانا الروف ان ذا اوف ذا انجوينال كانال. واضح قدامنا صوره للليفت انجوينال كانال، عندنا ديب رينج اهي باينه، وعندنا السوبرفيشال رينج باينه، والكانال ما بينهم. الصوره دي انا جايبها مخصوص علشان خاطر الانفيريو بيجاستريك فيسلز، ودي احد الحاجات اللي بتعرفنا ان احنا وصلنا للديب رينج. اهميتها في الانجوينال هيرنيا، واحنا مشغلين انجوينال هيرنيا لازم نقعد نسلك على الساك بتاعه الهيرنيا لغايه ما نوصل بيها عند الديب انجوينال رينج. احد الحاجات المهمه اللي بتعرفنا
ان احنا وصلنا عند ديب انجوينال رينج الانفيريو بجاستريك فيسلز، تبقى واضحه جدا وبتبقى بلصيت جدا، وبنبقى عرفنا ساعتها ان احنا وصلنا عند الديب انجوينال رينج. ايه هي الباوندرز اوف ذا انجوينال كانال؟ هنبدا اول حاجه بالانتيرور وول. على الهول اكستنت بتاع الانتيرور وول واحنا جايين من بره لجوه سوبرفيشال تو ديب، هنلاقي السكن والسوبرفيشال فاشيا اللي هي سبكوتينيوس فات. بعديها هنلاقي الاكسترنال اوبليك ابونيوروسز. نفتح الكلام ده كله هنخش جوه هنلاقي على اللاترال وان سيرف الفليشي بارت اوف ذا انترنال اوبليك ماسل. زي ما الدياجرام موضح لنا كده، لو احنا بصينا على الانتيرور بتاع الانجوينال كانال هنلاقي الانتيرور وول از ميد اب اوف اكسترنال اوبليك ماسل throughout and is reinforced by internal oblique muscle laterally with transversus abdominis muscle lies even more laterally as part of the anterior abdominal wall. لو اتنقلنا بعد كده للبوستيرور وول اوف ذا انجوينال ليجامنت، على الهول اكستنت بتاعه هنلاقي الفاشيا ترانسفيرسالس، مور ديب ليها الاكسترا بريتونيال تيشو، مور ديب ليها البريتال بريتونيوم زي ما وضحناهم قبل كده في الانتيرو ابدومينال وول، نفس الترتيبه بالظبط. على الميديال تو سيرس بتاعها هنلاقي كونجوينت تندون، وهنلاقي ات اتس ميديال اند هنلاقي الريفلكتد بارت بتاع الانجوينال ليجامنت، يعني يجي الانجوينال ليجامنت يلف ويعمل ريفلكشن على اتس ميديال اند. زي ما هو واضح في الدياجرام البوستيرور وول موجود قدامنا، فورمد مين مينلي باي ذا ترانسفيرس فاشيا ترانسفيرسالس اللي هي لونها اصفر، و ثرو اوت اند ذا كونجوينت تندون باللون الاحمر موجود ميديالي. ذا وول از بارتيكولاري ويك اوفر ذا ديب رينج، لان الجزء ده ما فيهوش ري انفورسد باي حاجه ثانيه، ما فيهوش مصل عامله عليه دعم. بالنسبة للروف of the inguinal canal formed by the arched fibers of the internal oblique and the transversus abdominis muscle بيلف ويعملوا arch ويكونوا لنا الروف of the inguinal canal. أهم حاجة في الدياجرام ده بيورينا ليه ال anterior wall of the inguinal canal بيبقى weak medially، وده طبعا لأن هو موجود فيه هول أو opening اللي هي موجودة في ال external oblique muscle اللي هي بنسميها سوبرفيشال انجوينال رينج. الفلور اوف ذا انجوينال كانال معمول بالجروف ذا ابر سيرفيس اوف ذا انجوينال ليجامنت، ميديالي معمول باللاكونيت ليجامنت. هو الفلور الحقيقه ما بيبقاش مسطح كده زي ما هو موجود في الدياجرام، لكن احنا عشان نفضل محافظين على فكره البوكس بتاع الانجوينال كانال، لكن هو الحقيقه زي ما قلنا هو بيبقى عباره عن جروف بتاع الانجوينال ليجامنت. الانجوينال ليجامنت طبعا هي جزء او ريفليكشن من الاكسترنال اوبليك ماسل فورمنج جاتر، وده اللي بيعمل الفلور بتاع الانجوينال ليجامنت. الانجوينال كانال از لارجر ان ميلز ذان ان فيميلز، وده هيبان طبعا من الاستراكشرز الباسنج ثرو ذا انجوينال كانال. استراكشرز باسنج ثرو ذا انجوينال كانال، السبرماتيك كورد في الميلز وراوند ليجامنت اوف ذا يوترس في الفيميلز بيخشوا من الديب رينج ويطلعوا من السوبرفيشال رينج. كمان الاليو انجوينال نيرف انترز ذا كانال ثرو ذا انترفال بتوين ذا اكسترنال اند انترنال اوبليك ماسلز and passes out through the superficial ring. طب هو السؤال احنا ليه اصلا عندنا inguinal canals؟ فايدة الانجوينال كانالز انها allow contents of the scrotum to communicate with intra-abdominal content. scrotum فيها التستيكلز لازم يبقى ليها communication مع الانترابدومينال contents. كمان بريفنت الموبايل انتر ابدومينال كونتنت زي الانتستين مثلا من انها تنزل في السكروتم فتتزنق وتبقى دامجد،
while at the same time في نفس الوقت permitting the blood vessels والnerves والlymphatics والvas difference انها توصل لغاية الاسكروتم او ترجع من الاسكروتم في نفس الوقت اللي الانتستم ما تقدرش تنزل فيه الا لو حصل هيرنيا. اصبح كده على الرغم من ان احنا عندنا جزء في غاية الاهمية اللي هي الانجوينال كانال اللي هي السبب الرئيسي في وجود التيستس وانها تحافظ على البلاد سبلاي والليمفاتكس والفاز يعدي منها، ولكن على النقيض هي في نفس الوقت هي نقطة ضعف موجودة في اللور بارت اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. الويكنس اللي موجود ده is compensated by the following factors. اول واحد من الفاكتورز دي اللي هي الاوبليكيتي اوف ذا انجوينال كانال. الانجوينال كانال اوبليك كانال بمعنى ان الديب رينج الفتحه اللي جوه والسوبرفيشال رينج الفتحه اللي بره ما هماش اوبوزيت ايتش اذر، ما هماش قدام بعض، وده بيخلي لما الانتيريور ابدومينال وول لما الانتر ابدومينال بريشر يزيد الانتيريور والبوستيريور وول يتطبقوا على بعض ابروكسيميتد، وده اوبليتريتنج الباسج، وده بنسميها الفلاب فالف، تبقى عامله زي الفالف نتيجه ان هما الاثنين مش قدام بعض. طبعا السوبرفيشال رينج والديب رينج بيبقوا الاثنين قدام بعض في الاطفال، في الاطفال لسه مولودين يمكن لغايه عمر 4 سنين 5 سنين. عشان كده لما بيبقى في هيرنيا كونجنتال هيرنيا موجوده في الاطفال واحنا بنصلحها وانس ان احنا نمسك الساك في ايدينا ونوصل لغايه السوبر فيشر رينج اللي هي قدام الديب رينج بالظبط تقريبا يعتبر مفيش كانال، ده احنا كده بنكتفي لان احنا يعتبر وصلنا للسوبر فيشر رينج كاننا وصلنا للديب رينج وبنربط الساك على الليفل ده، بعكس الادلت اللي احنا بنحتاج نفتح الكانال وندخل جواها لان الاكسترنال رينج مش على الديب رينج فلازم نفتح الكانال عشان نوصل بالساك لغايه الديب رينج. فاكرين لما قلنا الانفيريو بجاستريك فيسلز احد العلامات اللي بتورينا ان احنا عند الديب رينج دي ما بتبانش غير لما نفتح الكنال علشان نوصل لغايه الديب رينج. السوبرفيشال رينج مدعومه من ورا بالكونجوينت تندون والريفلكتد بارت اوف ذا انجوينال كانال اللي هو الجزء اللاترال لما كنا بنتكلم على البوستيريور وول، ده عامل سبورت للسوبرفيشال رينج وده احد الفاكتورز اللي احنا كنا بنتكلم عنها. الفاكتور اللي بعد كده ان الديب رينج نفسها سبورتد فروم فرونت، ايه اللي قدام الديب رينج على طول؟ الانترنال اوبليك ماسل، الفليشي فايبرز بتاعت الانترنال اوبليك ماسل عامله سبورت فروم ذا فرونت تو ذا ديب انجوينال رينج. ميكانيزم اخر بنسميه الشطر ميكانيزم وده خاص بالانترنال اوبليك ماسل. من مميزات الانترنال اوبليك ماسل انها ليها تريبل ريليشن للانجوينال كانال، بتبدا في الاول في الانتيريور وول وبعد كده على الروف وبعد كده تخش على البوستيريور وول. فنتخيل مع بعض لو حصل كونتراكشن للماسل دي هتابروكسيميت كل حاجه من بعضها وكل ده هيابروكسيميت على الفلور لتحت فتعمل لايك اشتر. كمان عندنا ماسل اسمها كريماستريك ماسل، لما بيحصل لها كونتراكشن بتشد على السبرماتيك كورد يبقى عامل زي البلاج في قلب السوبرفيشال انجوينال رينج فيقفلها وده بنسميه بول فالف ميكانيزم. فاكرين التو كروره اللي احنا اتكلمنا عنهم بتوع السوبرفيشال انجوينال رينج اللي هم فورمد مينلي من الاكسترنال اوبليك ابونيوروسيس، دول لما بيحصل كونتراكشن للماسل الاثنين كروره دول بيتطبقوا على بعض فبيقفلوا الاكسترنال او السوبرفيشال انجوينال رينج وده بنسميه سليت فالف ميكانيزم. بعض الهرمونز may play a role in maintaining the tone of the inguinal musculature اللي هي الاهم على الاطلاق في انها تحافظ على قوام الانجوينال كانال وتمنع اي حاجه غير الاستراكشرز اللي باسنج ثرو ذا كانال انها تهرنيات جوه
الكنال عن طريق الديب رينج وتطلع من الاكسترنال رينج او ما تطلعش ايا كان تعمل هيرنيا. نتخيل بقى مع بعض الوضع بيحصل ازاي. لما يحصل رايز في الانترا ابدومينال بريشر، سواء العيان مثلا يكح او يعطس او ليفتنج هيفي ويت اوبجكتس، كل الميكانيزمز اللي احنا قلناهم قبل كده come to play with each other at the same time so that the inguinal canal is obliterated بتتقفل والopenings بتاعتها are closed. Herniation of abdominal viscera is prevented. دي الطريقة اللي بتشتغل بيها الانجوينال كانال عشان تمنع الهيرنيشن. يبقى لو جينا نفكر في فكرة الهيرنيا، يبقى الهيرنيا في الاساس هي ويكنس في المصل او ويكنس في الاوبنينجز بتاعت الانجوينال كانال، سواء الديب رينج او السوبرفيشال رينج. هنتكلم دلوقتي عن الاستراكشرز ريليتد وذ الانجوينال كانال. بما ان الاسبرماتوكورت هو الاستراكشر الاهم على الاطلاق اللي معدي في الانجوينال كانال، يبقى احنا لازم نعرف ايه الكونتنت اوف ذا سبرماتوكورت. سبرماتوكورت بيعدي فيه الفاز ديفرنس، بيعدي فيه تستيكولار اند كريماستيك ارتريز اند ذا ارتري اوف ذا فاز، وده اهم بلاد سبلاي موجود للتستس. بامبيني فورم بلكسس اوف فين، ليمفاتيك فيسلز، اليو انجوينال نيرف، جينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، بلكسس اوف سمباثيك نيرفز اراوند ذا ارتريز and the vas deferens and visceral afferent nerve fibers. Covering of the spermatic cord. من بره لجوه ال internal spermatic fascia، ودي اللي بتغطي ال spermatic cord، ودي جاية من الفاشيا transversalis وبتغطي ال spermatic cord in its whole extent. Cremastric fascia، ودي جايه من المسل لوبس كونستيتيوتنج ذا كريماستيك مسل، ودي درايفد فروم ذا انترنال اوبليك اند ترانسفيرسس ابدومينس مسل. بالنسبه للراوند ليجامنت اوف ذا يوترس، عباره عن تو فايبروماسكولار فلاب باندز طولها تقريبا من 10 ل 12 سم، لايز بتوين ذا تو لايرز اوف ذا برود ليجامنت. بتبدا من اللاترال انجل اوف ذا يوترس وباصص ثرو ذا ديب رينج والانجوينال كانال لغايه ما تعمل ميرج ويز ذا ايرلر تيشو اوف ذا ليبيا ميجور. اي هيرنيا هتيجي عن طريق الديب رينج وتخش الانجوينال كانال هنسميها اوبليك انجوينال هيرنيا او اندايركت انجوينال هيرنيا. اوبليك لانها مش جايه، لانها ماشيه جوه الكنال اللي هي اصلا اوبليك، و اندايركت انجوينال هيرنيا لان ليها مسار، هي جايه من الديب رينج وماشيه جوه الانجوينال كانال وطالعه من السوبرفيشال رينج. لو الهيرنيا دي حصلت من حاجه اسمها هاسلباخ تريانجل هنسميها دايركت هيرنيا او ان اوبليك هيرنيا، لانها بتطلع في وشها على طول، يعني ما بتمشيش في مسار مائل، بتطلع في وشها على طول، فبنسميها ان اوبليك او دايركت انجوينال هيرنيا. طب ايه حكايه هاسلباخ تريانجل ده؟ ده تريانجل معمول من قاعدته انفيريورلي من الانجوينال ليجامنت ولو اتنين لامبس ميديالي، الميديال بوردر اوف the rectus abdominis muscle، laterally the inferior epigastric vessels. لو الهيرنيا جت نتيجة لضعف في البوستيريور وول فبتبقى اسمها اللي هي الهاسلباخ ترينجل، يعني بتبقى اسمها دايركت هيرنيا او ان اوبليك هيرنيا. لو جت نتيجة لضعف في الديب رينج بتبقى اسمها اوبليك انجوينال هيرنيا او اندايركت هيرنيا. Thank you.